الرحمن الرحيم. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. احييكم بتحية الاسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، متابعي قناة عمان الرياضية في كافة اقطار العالم، نتواصل في هذا الانطلاق الكبير، نتواصل في هذا التحدي المثير، لتعلن انطلاقة شوط الثنايا وشوط الكاس. الكاس الغالي لمن؟ الكاس الغالي لمن؟ 8 كيلومترات، الصراع القوي، الانطلاق المثير، التحدي القوي. من يتطلع الى الانتصار؟ من يحلم بالناموس؟ من يحلم بهذا الكاس الغالي؟ كاس الكؤوس، كاس الثنايا، مطمع النفوس. مشاهدين الاعزاء، متابعين الكرام، على البركة ننطلق، على البركة نسير، مع هذه الاسماء القوية والعملاقة، مع كاس مولاي سلطان البلاد المفدى. هنا ايضا دمعة على المركز الاول، تأتي للهجانة السلطانية، علي بن محمد بن حمد الوهيبي، احد شبابنا المضمرين المنطلقين الى هذا الاسم، والمندفعين والمرافقين لشعار الهجانة السلطانية. المركز الثاني، شواهين لسالم بن غافل بن مشمل اليحافي، ياتي على ثاني المراكز. ولكن الوصول في هذه اللحظات، الانطلاق من خلالي، هناك هملولة، وصلت هملولة، دشت معاه واسمها هملولة. ياتي هنا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، خبرة كبيرة في عالم السباقات الهجن العربية الأصيلة. انتقل بحضراتكم مباشرة الى المركز الرابع، لاجد هنا مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، وصلت الشاهينية، الشاهينية القادمة هنا للهجانة السلطانية، ليتواجد الشاب الواعد حمود بن سالم بن عبد الله الطوقي في عملية التضمير والتدريب، يصل على مستوى المركز الرابع. بينما المركز الخامس، وصلت غية، حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم غية، احد شبابنا المضمرين، احد الخبراء الكبار، خبرة في اشواط الكبار، خبرة في اشواط الرموز، ياتي ليقدم غية. هكذا هي الخمس المراكز الاولى. ولكن يا مشاهدين، لو عدنا الى ذاكرتي هذا الشوط في العام الماضي، اذكر بان مسندم للهجانة السلطانية هي صاحبة لقب العام الماضي. لمن يا ترى الفوز؟ لمن يا ترى الناموس؟ هنا هملولة، هملولة على المركز الاول، تأتي بشعار حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ياتي ليقدم هملولة. بينما دمعة، دمعة على المركز الثاني، ياتي شعار الهجانة السلطانية، لينطلق علي بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. بينما انتقل مباشرة الى المركز الثالث، ليجد هناك القادمة المنطلقة شواهين، شواهين لسالم بن غافل بن مشمل اليحافي، القادم من ولاية مضيبي. ولكن وصلت في هذه اللحظات، شذا احد المصنفات في هذا الشوط، شذا للهجانة السلطانية. سعيد بن الحزيمي العويسي يتواجد، هذه هي صاحبة كاس الحقائق، وصاحبة كاس اللقاية، وصاحبة كاس الإذاع، تطمح في الفوز والانتصار، اسطورة من اساطير الهجن، تأتي في مستوى المركز الرابع للهجانة السلطانية، ليتواجد سعيد بن الحزيمي العويسي، احد الخبراء، احد المتيمين في هذه الرياضة العربية الاصيلة. وصلت صلالة للهجانة السلطانية، يتواجد العبقري عبد الله بن طويرش الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. هكذا النتيجة، هكذا الخمس المراكز الاولى. الكاس يتجول، ولكن شذا غيرت الصدارة، شذا ذهبت الى المركز الاول للهجانة السلطانية. سعيد بن الحزيمي العويسي يضمرها،
أيضا صاحبة البطولات، صاحبة الكؤوس الثلاثة في الفئات العمرية المختلفة من سن الحقائق واللقاية، ولذا أيضا تأتي هنا بشعار الهجانة السلطانية لتبحث عن الرمز الآخر، لتبحث عن الرمز الآخر، لتبحث عن نجومية رائعة من خلال هذا الشعار، شعار الهجانة السلطانية الذي دائما بما يأتي بالدعم الكبير والتسعيرات التي وضعت في هذا اليوم والأيام المنصرمة. فهنيئا للهجانة السلطانية، هذه المؤسسة العملاقة بشؤون البلاط السلطاني، على أيضا التقاء السلالات العمانية الخالصة. ما شاء الله تبارك الله، ولكن دمعة، دمعة من فرح، دمعة من حب، دمعة تحمل شعار غالي للهجانة السلطانية. علي بن محمد الوهيبي أحد شبابنا المضمرين، الخبرة الكبيرة، وصلت هملولة، هملولة على المركز الثالث. هناك حمود بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا تدخلت صلالة، تدخلت صلالة إلى المثلث الذهبي، المثلث الذهبي هنا مع الهجانة السلطانية. يأتي عبد الله بن طويرش الوهيبي يتواجد ليقدم هذا الاسم، وهناك شواهين على المركز الخامس تاتي لسالم بن غافل بن مشمل اللي حافي هذه الخمس المراكز الاولى، الخمس المراكز الاولى. الله الله الله، انتصفت المسافة، انتصفت المسافة، وشذا على المركز الاول، شذا على الصدارة الاولى للهجانة السلطانية. وسعيد بن الحزام العويسي من يضمرها، ولكن الله الله يا هملولة، هملولة هملولة هملولة. وحمود بن محمد بن سالم الوهيبي بدأ يحرك هملولة بالاندفاع القوي، بالتحدي المثير. التكتيك هنا مع عاشق الرموز، يأتي ليبحث عن رمز آخر لينطلق من خلال هملولة على المركز الأول. حمود بن محمد بن سالم الوهيبي بينما المركز الثاني هناك شذا للهجانة السلطانية. سعيد بن الحزامي العويسي يقدم هنا شذا على المركز الثاني، المركز الثالث. صلالة عبد الله بن طويرش الوهيبي يقدم صلالة للهجانة السلطانية. ما شاء الله 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 الله. المركز الرابع، دمعة 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 للهجانة السلطانية، علي بن محمد الوهيبي في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الخامس هناك لتصل شواهين لسالم بن غافل بن مشمل اليحافي. هكذا الخمس المراكز الأولى، هكذا النجوم الكبار، العمالقة الكبار، الرقص يأتي مع الكبار، المسافة الماراثونية، كأس الكؤوس، مطمع النفوس لسن الثنايا، هكذا تنطلق. ولكن هملولة على الصدارة الأولى، هملولة على المركز الأول. حمود بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق أيضا ممثلا أبناء ولاية المضيبي. هناك ومنجم السبق لياتي بالمركز الاول ليندفع على الصدارة الاولى مع هملولة. هنا شذا في المركز الثاني، شذا على المركز الثاني للهجانة السلطانية. سعيد بن الحزامي العويسي يتواجد ايضا هنا ليقدم هذه الانطلاقة ليسير على المركز الثاني. هكذا شذا اسطورة سباقات الهجن من خلال الكؤوس، من خلال الانجازات التي سطرتها باحرف من ذهب. وصلت صلالة، وصلت صلالة على المركز الثالث ليتواجد ايضا شعار الهجانة السلطانية. وياتي العبقري عبد الله بن طويرش الوهيبي ايضا يقدم هذه الانطلاقة. انطلق الى دمعة، دمعة على المركز الرابع للهجانة السلطانية، ليتواجد علي بن محمد الوهيبي يقدم دمعة. ولكن هناك شواهين سالم بن غافل بن مشمل اليحافي. ارى الاسماء القادمة، ارى الأسماء القادمة هناك أيضا لتمثل الشعارات القوية في هذا الميدان، في هذا الميدان، ميدان الهجانة السلطانية الذي صمم بالشكل الهندسي الرائع والجميل، والذي يشار إليه بالبنان من خلال التطوير الكبير والدعم والاهتمام من قائدنا المفدى حفظه الله ورعاه. أعود إلى هملولة، هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول. يأتي هناك حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن شذا 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 وصلت في المركز الثاني، شذا للهجانة السلطانية. سعيد بن الحزيمي بن الصغير العويسي، الله الله الله، 2 كيلومترات المتبقي عن خط النهاية. تدخلت صلالة، تدخلت صلالة للهجانة السلطانية ليتواجد هنا
عبد الله بن طويرش اهل وهيبي ولكن انا الاسم القادم، انا الانطلاق القادم المندفع. هناك غيه حمد بن محمد بن سالم اهل وهيبي يقدم هذا الاسم لينطلق من خلالي هذا الاندفاع الكبير على المركز الرابع المركز الخامس. الوصول هناك من دمعه علي بن محمد للهجانه السلطانيه ليتواجد علي بن محمد اهل وهيبي، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى هملولة والمنعطف الأخير، المنعطف الأخير. انتبهوا يا مضمرين، 1500 متر هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول. شعار كيف بالفعل، شعار كيف بالفعل، صاحبة السيف في مهرجان دولة قطر. هذا الشعار الذي مثل السلطنة خير تمثيل. هنا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم هملولة، ينطلق مع هملولة على الصدارة الأولى. الكاس الغالي، الكاس الغالي، لمن الكاس، لمن الكاس، يا سلام. الله 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 الله، هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول. بدأنا هنا بافتتاح الكيلومتر الأخير، بدأنا نقترب من هذه اللوحة، بدأنا ندخل الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير مع هملولة. هملولة على الصدارة، هملولة على المركز الأول. هنا أيضا حمود بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي في الصدارة الأولى، ينطلق على المركز الأول. ما شاء الله، المركز الثاني. هناك الدخول على ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء. صلالة للهجانة السلطانية وعبد الله بن طويرش الوهيبي. 800 متر الأخيرة، 800 متر الأخيرة. هنا مشاهدينا الأعزاء، هملولة مع المركز الأول، هملولة على المركز الأول. وصلت غية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. الله الله الله، يا أبناء الأبيض، يا أبناء الأبيض، يمثلون هذا الشوط خير تمثيل على الصدارة الأولى، على المقدمة الأولى. هنا مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، 500 متر الأخيرة، جولة الأوامر النهائية. حرك 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 وروح مع الصدارة، مع المركز الأول. تأتي هنا هملولة حمود بن محمد بن سالم ألو هيبي. يا سلام، وصلت غية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يأتي في المركز الثاني مقدما لغية، ولكن هملولة في استراحة المحارب، الميتين متر الأخيرة. الكاس يتجه إلى ولاية المضيبي، يا أيضا يذهب مع هملولة، مع الانطلاق القوي، مع التحدي المثير. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا هملولة، حيوها تستاهل التحية. تهانينا والناموس لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي في المركز الأول. المركز الثاني، وصلت غية حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، سيطرة رائعة على المركزين الأول والثاني. صلالة للهجانة، وهناك عبد الله بن طويرش الوهيبي المركز الرابع. إذن كاس آخر يضاف إلى عزبة حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. أتت هملولة المملوكة لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي لتتوج نفسها بهذا الكاس، رابع كاس.